أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سعداء جدا أن يتم التواصل بيننا من خلال هذه الأمسية الهادئة، هدوء هذا المكان المسمى دار الشباب الشقفة، التي تفتح ذراعيها كل حين لاستقبال الوافدين والقادمين إليها من مختلف الأصناف والأعمار. نزف لكم أعزائي المشاهدين بشرى ميلاد قناة جديدة سميت على بركة الله قناة الشقفة تي في، والتي ستواكب كل الأحداث والتظاهرات بتغطية إعلامية لها من المصداقية ما لها وباحترافية عالية. أترك المجال مباشرة للسيد مدير دار الشباب الشقفة السيد محمد بردي، هذا الرجل الهادئ والذي وجدت الجمعية ضالتها معه وهي تسعى دائما لتقديم الأفضل في حضرته. تفضل سيدي، لك الكلمة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء الشكر موصول إلى جميع أعضاء جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب الشقفة، كذلك الشكر موصول إلى جميع إطارات وموظفي دار الشباب على المجهودات المبذولة طول السنة. من هذا المنبر أدعو جميع الشباب والشابات أطفال وبنات للالتحاق بدار الشباب للاطلاع على الأنشطة المختلفة لهذا الموسم 2022-2023، سواء كانت أنشطة رياضية، ثقافية، علمية، والأبواب مفتوحة جميع أيام الأسبوع من صباحا إلى المساء. وأغتنم الفرصة من هذا المنبر كذلك أن أشكر جميع أعضاء جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب الشقفة على المجهودات المبذولة طيلة السنة بتقديمهم لنشاطات مختلفة رياضية، ثقافية كما قلت أو فنية كذلك. على كل حال، بدون إطالة أفتتح هذا الموسم، موسم 2022-2023، لجميع النشاطات على مستوى دار الشباب، والجميع مدعو للالتحاق والاطلاع على مختلف الأنشطة المبرمجة لهذه السنة، وشكرا. طيب، شكرا جزيلا سيد محمد بردي مدير دار الشباب. لعلمكم الجمعية راهي امتداد لسنوات طويلة من العمل، لم نكل ولم نمل. شعارنا تحيا الجزائر، شعارنا كرامتنا فوق كل اعتبار، شعارنا النفس الطويل والهدوء، الهدوء الهدوء الهدوء. الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله عز وجل، شاءت الأقدار أن نلتقي ذات يوم تحت سقف المركز الثقافي لبلدية الشقفة. اجتمعنا على قلب رجل واحد، شعارنا هو أن الاستثمار الحقيقي هو في العنصر البشري، رافعين شعار أطفالنا عملة نادرة في بورصة الرقي والتطور البشري. الحمد لله رب العالمين، من مر على جمعيتنا في التأطير هم الآن إطارات دولة، منهم المهندسون ومنهم الطيارون ومنهم الأطباء الناجحون ومنهم الدكاترة ومنهم الأساتذة، هذا بتوفيق من الله عز وجل. نحن نضرب لكم موعدا على أننا على العهد باقون، التزامنا، وفاؤنا، تقديمنا للأفضل من أجل مستقبل أبنائنا. شعارنا نموت ويحيى الوطن، شعارنا أعيد نموت ويحيى الوطن، شعارنا نعيد نموت ويحيى الوطن. شكرا. بدون إطالة أعزائي المشاهدين، وعبر قناة الشقفة تي في، هذا المولود الجديد أزف لكم بشرى افتتاح الأنشطة الثقافية والرياضية المبرمجة على مستوى دار الشباب الشقفة، ممثلة في النوادي التالية: نادي السمعي البصري واللي راهو أمامنا الآن، راهو بدأ النشاط الحمد لله رب العالمين. نادي البيئة، نادي روتيني منذ أيام المركز الثقافي.
نادي الإشغال الأدوية، نادي الرسم مخصص للأطفال، نادي الدعم المدرسي والتحضير للامتحانات الرسمية، نادي المكتبة، نادي القرآن الكريم ممثل في مسابقة في ظلال القرآن الكريم بإذن الله تعالى في نسختها العاشرة مستقبلا، نادي تنس الطاولة، نادي الشطرنج، نادي كمال الأجسام، نادي الكاراتيدو تحت إشراف المدرب القدير بو بلي بلال الغني عن كل تعريف. وأزف لكم بشرى انطلاق نادي الكاراتيدو في ممارسة هذه الرياضة في خلال نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. نادي الكينغ بوكسينغ ونادي التايكواندو، نادي الأيروبيك ونادي الجيدو. نعدكم دائما بتقديم الأفضل، وأبواب دار الشباب مفتوحة على مصراعيها للجميع. من لديه مواهب، من لديه ابتكارات، من لديه إبداعات فليتفضل، وأبواب الجمعية أيضا مفتوحة للجميع. بودي فقط الآن أن أستعرض في لمحة وجيزة مقتضبة ومختصرة تاريخ جمعية نشاطات الشباب التي تأسست في أكتوبر سنة 1997 بحضور رجال كان شعارهم الهدوء 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 والرزانة، ضاربين عرض الحائط بكل ما يقال وبكل الأمور السلبية التي تثني من عزيمة الرجال. بدون إطالة نواصل بنفس النسق، النفس الطويل، الهدوء والرزانة، خدمة لمستقبل أبنائنا، خدمة للجيل الجديد. لن ندخر جهدا في ذلك، قلتها سابقا وأعيدها اليوم من هذا المنبر الإعلامي المنفتح، نحن ضد كل من يحاولون سارقة الابتسامة من عيون أطفالنا، وضد كل من يحاولون أن يخنقون الكلمة في حناجر أبنائنا. أدعو أعضاء جمعية نشاطات الشباب بمعية السيد بردي محمد مدير دار الشباب إلى الالتفاف لأخذ صورة جماعية مع بعضنا البعض، مع كامل الترحاب بضيفنا الوافد إلينا الشيخ كراد إبراهيم. تفضل سيدي. تيفي بوريكتم طيبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. شكرا. شكرا.